تعالوا شوفوا الحاجات دي بقى فين، في واو فايف اهي جميلة. شايفين العصافير دي؟ قرب لكم منها كده، تحف جميلة جدا، حاجات حلوة. ده صقر، ده شكل صقر كده، ب5 ريال، 75 هنا. ده كله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهارده معانا جوله في، يعني بناء على طلب ناس كانت عماله تقول لي في تعليقات كتير عايزين جوله في اللبس في واو فايف. في فانا كل مره صراحه كنت باجي ما كانش بيبقى في حاجات سهله ان انا اصورها صراحه يعني، بس المره دي لما لقيت في حاجات كده كويسه فقلت هصورها لكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. هنشوف بقى مع بعضنا الحاجات اللي هي شايفاها ان هي تستاهل يعني ان حد يشتريها ويحط فيها فلوس. هي اللي بحاول اسلط عليها الضوء زي ما بيقولوا، بصورها ان شاء الله تستفادوا. ويا رب ان شاء الله كل اللي بيدخل عندي في قناتي ما يكونش وقته بيضيع وبيستفاد. بحبكم في الله. بدايه كده الحاجات دي على 5 ريال اهي، لبس شتوي، هو معظم اللي نازل كله شتوي. ده ب5 ريال، في منه الروز برضو، ده في منه احجام بقى. تعالوا بقى معانا هنا في تنورات كده، ده دي كاروه بس تقيلة جدا ما شاء الله. دي برضو في هنا الجبة دي، دي برضو ب5. فيك برضه 5 ريال، في دي نازل منها كتير على 5 ريال، هي مفتوحة كده من تحت تمام، عشان في ناس جنبنا بيسموها قرآن. هنروح بعيد شوية، في دي برضه. تعالوا بقى هنا اللي ده برضو ممكن يتلبس من تحت اهو، وفي برضو هنا جنس هنا اهو، ده كله ده على 5 ريال تمام. اوكي هنروح هنا بقى برضو، ده شتوي اهو، في منه الاسود والبني. في بقى حاجات هنا زي ما انتم شايفين الجيب بقى، في منها جبردين وقماش اللي هو زي الكاروه او شمواه كده، في منها اشكال كتيره. دي حلوه دي برضه اهي، في ده برضه شتوي اهو، وده شتوي برضه 5 ريال، وده ب5 اهو، ده 5. في الاخضر ده في كمية كبيرة من ده برضو، في الحاجات دي هي على 5 اهي. البني ده في منه الاسود والنبيتي، في برضه الاسود ده، جت صوته زي كده. الحاجات دي في هنا برضه اهو، اللي هو الاسود ده برضه، الاخضر عندهم برضه قماش على المتر على 5 ريال قماش، ودي التلبيسات اللي بتبقى تحت الجيب، ده قماش هون متر على 5 ريال. هنا بقى ده تيشيرت برضو على 5 ريال اهو، وفي ده في بناطيل بنات اهي حجم صغيرة. في كل ده، في البناطيل اهي كل اشكالها، شايفين السند ده كله. تعالوا بقى هنا كده عند الابيض ده، ودي هوت ايه
بيضة حلوة طرية كده، في منها جميع الألوان اهي زي الكرينة كده اهي. في ده جميل برضو، مشته حلوة. ما هو جنسات برضو، فيه البلايز دي برضو صيفي شوية كده وحلو، مشيتها طرية. الحاجات دي كلها اهي داخلية دي منها كتير، كمية 5 ريال، 5 ريال. لا ده مش داخل يا جماعة، فيها كمية بضيات وحاجات وتيشيرتات حلوة جدا. شايفين انت البادي ده ووراه مستر ده وكل الألوان دي جميلة وطرية كده وحلوة. في بناطيل كمان كده اهي 5 ريال، سمرة جميلة برضو، جميلة جدا. في منها أحجام كبيرة، يعني صراحة منزلين شوية حاجات حلوين جدا الأيام دي. شايفين البادي ده عامل ازاي؟ 5 ريال، حاجات حلوة جدا. في مقاسات بقى، ده برضو في منه الكحلي هو البترولي، في منه الزيتي بس كده. وشايفين دي برضو ب5 ريال، ودي برضو على 5 ريال بس مقلوبة على وشها. في حاجات أطفال كده بقى، نروح عند لبس الأطفال دلوقتي. حاجات الأطفال كتيرة ما شاء الله اهي، وحاجات زي نظام دفايات اهي ب5 ريال، كتير أشكال وألوان. وفي بقى عندكم الايه ده لبس من تحت الهدوم، حاجات جميلة للأطفال اهي. وفي ده على 5 اهو. في بقى هنا كتير، ده جميل ده جدا، ده 5 ريال مش ممكن. ايه ده، في الواناته كلها اهي، المشا بتاعته حلوه جدا، مش اللي هو حاجه شعبيه لا، بنويتي ده. في الاحمر ده جميل، الاحمر ده حلو جدا، ده بصوا نظام فروه من جوه. مش عارفه اصور ايه ولا ايه صراحه، كتير اهو. شايفين ده هيكول كده قط. وفي ده حاجات البنات سبحان الله دايما جميلة وحلو. في برضو هي قطان، في تاني حاجات تانية على 5 ريال هي بناتي، في منها معاها البناطيل بتاعتها يعني شيء ده بس مش تقيل قوي، والبنطلون بتاعه في منه الفشة والمسترد ده في البنطلون بتاعه. دي سلوبتات كبيرة يا جماعة، وقماشتها ملينة يعني احجام كبيرة، المشا بتاعتها ملانة ما شاء الله، شتوي جميلة جدا. في منها الأحمر وفي منها ده. في هنا اهو بأساور من تحت، وفي من دون أساور زي كده بس دي خفيفة شوي عنها، زي قماش الدفاية اهي، أما دي تقيلة شوية. السلوبتة دي برضو شتوي كده، معلقة بتاعها 5 ريال، عاملة زي الدفاية كده، جميلة على 5 ريال. شايفين في الحاجات الشتوية دي برضو هنا تقيلة برضو على 5 ريال. بناطيل كتير ما شاء الله، شايفين ده 5 ريال. في الكحل ده برضو على 5 ريال بس ده يجي بنات صغير كده، احجام صغيرة، حجام صغيرة مش كبيرة. ده في كده، في هنا الحاجات دي السلوبتات اهي، والجينز ده اهو، حاجات دي برضه طرية وحلوة. في حاجات شتوية كده برضه ب5، في ده في الاسود ده اهو، ده شكله تصفيه محلات ده، لانه بصوا بتاع الحاجات بتاعته الورق بتاعه جاي معايا اهي. اخد لكم واحده
كده زي كده اهي شايفين بخمسة ريال. اهي بخمسة ريال في الحاجات دي على خمسة ريال يا جماعة. اهي خمسة ريال البس على تحتها والله تحتها بتحكت تحتها كت ولا ايه تلبيسة دي؟ ده هنا تلبيس عشان حلوة مليانة كده وحلوة. بناطيل على خمسة ريال اهي في شتوي وفي دي بخمسة ريال مشتو حلوة برضو ده بخمسة ريال. وفي هنا اهو شرتات وبوديهات كبيرة كده بخمسة ريال برضو. في منها الأبيض والأسود سيدة ما فيهاش أي ألوان كتير. في بناطيل زي كده برضو كبيرة هي بخمسة ريال أحجام كبيرة يعني مش بناتي أحجام كبيرة. ده نظام كوت مبطن كده من جوه شيء أهو حلو لو يتلبس من تحت الهدوم بس مبطن. في منه الموف ده مبطن كده من جوه وحلو على خمسة ريال برضو. الحاجات دي جميلة بتاع البنات على خمسة ريال. فساتين اهي حلوة جدا بس ده صيفي تمام. لكن في تاني اهو شايفين المعلق ده شتوي الكارو ده صيفي صيفي. لكن اللي هنا ده كارو تاني شتوي وده شتوي اهو حاجات تحفة بجد. شايفين الحاجات السكر دي بخمسة ريال مشتها حلوة جدا. البناطيل دي برضو الله قطيفة كده حلوة ناعمة اهي زي مخملية كده حلوة يعني مش قطيفة قطيفة بس مخملية جميلة. في منها كل الالوان اهو بناطيل سودا في عندهم دي كمان دي زي اللي شفناها. في منها كل الالوان السوسي في الحاجات دي سيف. البناطيل جميلة جدا. في برضو سلوبتات اهي صغيرة شوية حجم صغيرة. في حاجات هنا زي الدفايات اهي برضو سلوبتات بقى في منها كتير اهي الوانها دي شايفين كمية قد ايه الوانها دي الورا كلها تمام. وفي فساتين اهي لا مش فساتين سوري دي حاجات بناتي كده طويلة شوية لبس على بنطلون بقى كل ده الورا كده. شايفين الجمال ده بخمسة ريال برضو الجنسات دي على خمسة ريال كلها اهي كل ده الورا كده بخمسة ريال. في بقى في القسم الاولادي برضو اهو في حاجات زي كده برمودات بقى بكل حاجه معاها اهي اهي. في منها اللون ده كل ده تمام. وفي برضو تاني زي كده اهي زي كده منقش اوكي. تيشرتات زي اللون ده في منها كتير اهو ده بخمسة برضو. في بقى جنسات دي جنسات صغيرة اهي جنسات والشرتات زي كده بيضة زي اللي هنا كده. ده بناطيل ولادي اهي شايفين عاملة ازاي منها كل الالوان على خمسة ريال. بس صراحة القماشة مش مليانة القماشة اللي هي الخفيفة عشان محدش يفتكر ان هي شتوي لا قماشتها خفيفة. في منها اشكال كتير وفي منها برضو ايه ده بس مليان بقى بتاع الاطفال الصغيرين ده شتوي شوية مليان اهو قماشة يعني تقيلة. وفي هنا برضو ده في معاها لكلوكاي من تحت. في ده برضو في الوانات كتير في تيشيرتات حلوة جميلة اهي صيفي ده على خمسة يا جماعة. والله جميل جدا حاجات جميلة صراحة على خمسة ريال على خمسة ده على خمسة ده البلانشيل شفناه. في برضو بناطيل باللون الشكل ده. في حاجات بقى شتوي هنا هي أولادي جميلة برضو تلبس من تحت الهدوم جميلة جدا ما شاء الله اهي. البناطيل دي برضو نشوفها شتوي ولا ايه ملانة ولا ايه شوية حلوة ماشي الحال.
ده برضو جميل. لا بحب الاصفرات دي. في بقى هنا اهو برضو حاجات زي كده اهي تتلبس من تحت الهدوم الشتاء. حلوة احنا عاملة ازاي. في بناطيل برضو اولادي اهي تاني اشكال تانية يعني ملانها شوية. بصوا ده رجالي زبردين في احجام كبيرة. بصوا مقاسات كبيرة اوي في كل المقاسات بس في احجام لو الناس فري سايز دول كبير كده بس حلوة جدا يعني تصويت محلات حلوة حلوة يعني مش بخمسة. دي مش معقولة بخمسة مش معقولة بخمسة يعني هي بخمسة سعرها خمسة بس يعني حلوة 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 شايفين بس كبير اوي. ايه ده برضه اهو شايفين ده عامل ازاي. في بقى حاجات اهي تحت الملابس برضه ده اولادي كبير اهو كل ده. في ده برضه برانتول رجالي يا جماعه كل المقاسات شايفين بس دي احجام كبيره حجم كبير ما بالك. شايفين دي جميل ده حلو والله ده ما شاء الله تبارك الله جميل جدا اهو يعني يعتبر تصفيه محلات فعلا منزلين حاجات يعني بورقتها هو كل اللي فيه بورقته بس تحسوا ان هي خامتها حلوه مش اللي هي الخامه بتاع ابو 5 ريال اللي كان شعبي ده. لا خامته حلوه حلوه كل ده ما شاء الله. فين البناطيل؟ بصوا ايه شايفين الورقة عليها. على فكرة مش أول مرة في أبو 5 ريال كده كان في محلات برضو كده بتنزل حاجات جايبينها بتبقى تصفية محلات. احنا دلوقتي آخر السنة والمحلات بتصفي عشان بتعمل ميزانية وحاجات زي كده الحاجات دي مش بتبقى وحشة يعني. شايفين برضو ده بس كبير اوي وده تيشيرتات زي كده هي حمراء وزرقاء وسودة وكده. في قمصان زي كده ملانة شوية هي شباب مش عارفة بقى تعجبكوا ولا ايه لان اللبس اذواق بقى. انا صراحة مش قوي القسم الرجالي مش قوي بس كل واحد حسب ما بيحب بقى. في قمصان كتير اهي في قطوط برضو قطوط اهي رجالي. في قمصان بقى كل الالوان. في حاجات رجالي بتتلبس تحت اهي او شباب شوية اهي صراحة افضل قسم. ايه ده في جواكت اهي ب5 ريال زي كده ده ب5 ريال